يوم بقي منهم 8، وبعد هذه الحلقة للأسف الشديد سوف يتبقى فقط 6 صبايا. 6 صبايا تتنافسن على لقب ذا ستار، نجمة العرب. الليلة كان فيه فيلم أسماء وفيلم نزوة، والصبايا قدمت كل اللي عندها جاهدة إنها تأدي الدور على أكمل وجه وأمام لجنة التحكيم. وقلنا للمشاهدين ولجنة التحكيم إنه كان وقت قصير فقط للصبايا اللي يتدربوا، يتمرنوا، يحفظوا الدور، يصوروا برا، يحضروا اللوكس، فأكيد ما كانش من الهين أبداً. فرجانية وسالي، أهبة سوري، فرجانية وهبة. فرجانية وهبة كان أداء أثنت عليه لجنة التحكيم. وشفنا فرجانية دموعك نزلت وانت كنت بتأدي الدور، وهبة أيضا اللجنة حبت أدائك للدور. إن شاء الله دموعك ما تنزلش أبدا وانت وهبة مكملين معنا الليلة. سالي وكاميليا، سالي من الجزائر وكاميليا من المغرب. بعرف بأنه عملتوا عصابة كلكم مع بعض، وفي الأيام هذه كان في علاقة حب وصداقة، لكن للأسف الشديد في كل أسبوع يجب أنكم تودعوا صديقة من صديقاتكم. كاميليا، لو كانت الليلة هي آخر ليلة ليك، إيش بتقولي؟ كاميليا ما عندهاش ميكرو، لازم لي ميكرو. بتكوني فرحانة ولا بتكوني حزينة؟ سالي، لو الليلة كانت آخر ليلة ليك، أنا بعرف بأنه اشتقتي للبيبي متاعك. أنا أكيد بدي الصراحة، خليني أجي قدامك عشان ناخد من الميكروفون متاعي. حكون مبسوطة أول حاجة بباركور حلو، مبسوطة وفخورة فيك، وحشتك بنتك. إحنا كمان فخورين بالباركور اللي عملتيه. سالي، تنتهي رحلتك الليلة، بس برافو على كل اللي عملتيه، ومبروك لوصولك لهذه المرحلة، لأنك شرفتي بلدك وشرفتي أهلك أيضا. Thank you سالي. بقي فريقين، مجموعتين، نرجع صبايا لبعض بس تخلص النتائج، من بعد فيكم تسلموا على بعض. المجموعة الثالثة عندنا ماري وعندنا شيرين. ماري وشيرين، لجنة التحكيم حبوا ماري، لكن شيرين حسوا بأنها ما كانتش كثير عايشة في الدور، لأنه كانت مركزة أكثر في الحفظ، وحسوا بأنه أنت كان لازم تبذلي مجهود أكثر يا شيرين. ماري أجت الدور، اللجنة أثنت على أدائك الدور. شو ما صار الليلة، شو ما كان الليلة، أكيد أنتوا وصلتوا لمرحلة كتير متقدمة، حب التوتر الأعصاب، شو ما كان وكيف ما كان رح تكملوا معنا المسابقة. يا سيدي. ريما،
وأماني. كل واحدة من الصبيتين اللي قدامكم عندها قدرات كبيرة جداً في التمثيل، وبعرف بأنه أنتوا أصلاً كنتوا سبب خلاف لجنة التحكيم، والكل بيحب أدائكم وشخصيتكم، لكن يمكن في الأدوار الواحد يبرز والتاني أقل، في أدوار تناسب شخص ولا تناسب الشخص الآخر، لكن أثنت لجنة التحكيم على أدائكم للأدوار رغم أن اللهجة مش لهجة بلدكم، لكن أتقنتوا اللي قدمتوه ووصلتوا لمرحلة كتير حلوة ومتقدمة. أماني، مساحة دورك كانت كبيرة وأديت الدور ببراعة. ريما، كانت مساحة دورك قصيرة أيضاً أديتي ببراعة، لكن ما خدمك دورك وراح تغادرينا الليلة. بالتوفيق ليك ومبروك لوصولك لهالمرحلة.